في طواف الوداع، هل يختلف في هيئته أو في دعائه عن طواف القدوم؟ هو طواف الوداع لابد أن يتصل به الانصراف من مكة. نعم. بعد طواف الوداع ما روحش أشتري من المحلات إلا الأكل والشرب والبنزين بتاع العربية اللي هو يقول لك على في الدابة. نعم. لكن أخرج من الطواف طفت السبعة السلام عليكم خارج على طول. على الأوتوبيس على طول. على الأوتوبيس. او على الفندق عشان اجيب علشان اجيب الـ الشنط مثلا والحاجات المتعلقه الشخصيه، او على الفندق لان نعم. الاوتوبيس هيجي كمان ساعتين او ثلاثة او أربعة، وخلال هذه الفتره لا اشتري ولا ابيع الا الطعام.